فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة عليها قضاء من رمضان، نعم، وأرادت أن تقضيه لكن زوجها يقول أخريه إلى شعبان، فهل يجوز لها أن تقضيه قبله؟ لا، الوقت واسع، إذا كان زوجها مرها بالتأخير تؤخره، وكانت عائشة رضي الله عنها يكون عليها القضاء من رمضان فلا تقضيه إلا في آخر شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها كما في الحديث. نعم.